وخلينا ممكن نبدأ بسؤال الشخص اللي أنا برضو مصرة أنك تقول لنا اسمك إيه، بيقول ممكن سؤال لحضرتك يا دكتور أحمد، وأتمنى الإجابة من حضرتك، إيه هو سبب اللدغة اللي في اللسان؟ مثلا كلمة تراب باللدغة بتبقى طواب، أو البعض هو كاتبها طواب بالواو يعني، أو ممكن الناس تانية تقولها بالياء. ممكن حضرتك توضح لي ده بيبقى عيب في اللسان ولا بيبقى خلقة ربنا ولا إيه بالظبط؟ أصل أنا نفسي أعرف الإجابة على الموضوع ده علشان مش لاقي له إجابة، فممكن تديني إجابة؟ حاضر. ايه سبب اللدغه في اللسان؟ بكل بساطه مشكل، احدى المشكلتين، اذا كانت مشكله عضويه، اذا كانت اللحميه او قطعه اللحم اللي تحت اللسان، احنا كان ايام زمان اهالينا يعملوها يعني عفوا يقطعوها، اللي تحت اللسان بيكون يعني لسانه مربوط، احنا بالبلدي هيك يعني انه لسانه مربوط بيطقوا له اياه، لكن اهالي، لكن من ناحيه طبيه بشكل بسيط جدا خلال دقيقتين او ثلاثه بتلاقي بيرفع لسان طبيب متخصص بيزيل هذه الجلده الزائده، تمام، فبصير حركه اللسان فيها انسيابيه فبتروح المشكله هاي. معقول؟ تمام. ده سبب. ده سبب التاني. السبب الثاني بيكون التعلم خطا، لما تعلم الحروف من مخارجها خطا. لاحظي معظم الناس اللي بيحفظوا قران بيكونش عندهم لا لدغه، واذا كان عندهم لدغه بتروح مع المداوله والتدريب، تمام، والمداومه على هذه فقرات القران. ندقق شوي في المساله هاي، الاستاذ اللي مش ذاكر اسمه، على مساله اذا كانت المشكله عضويه ممكن تعالج بشكل بسيط جدا، واذا كانت المشكله من مخرج الحرف نفسه بيكون احنا بنتكلم خطا. طب المخرج اهو طازه، هو بيقول لحضرتك دلوقتي انا عندي مشكله لدغه وعنده 25 سنه وعايز يتعالج، يعني يعمل ايه؟ بيتعالج بس يكون نفسه طويل. يعني بده يكون نفس طويل. انا يعني بصراحه يعني في كثير حالات كان خصوصا عنده حرف الراء، كثير في منتشر في حرف الراء، صح، يا بيطلع لام يا بيطلع ياء كثير، وخلال اشهر يعني مش اقل من 6 اشهر بشكل يمكن يوم بعد يوم يعني عند متخصص اتعالج. تعالج ورجعت الراء يعني بشكل. في امل يا سياده المخرج، ما تقلقش، وبعدين اقرا قران هنشوف موضوع قراءه القران ده.